وللمزيد ينضم إلينا من بيروت عبر زوم مدير المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني سيد نبيل صلحاني. أهلا بك سيد نبيل. مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. إذن 400 يوم على العدوان الإسرائيلي على لبنان، كمية خراب وقتل وتدمير وحرائق أيضا شهدتها لبنان في هذه الفترة، لو تصف لي الوضع في هذه الفترة سيد نبيل، وما النتائج التي تحققت بناء على كل هذا على جميع الأصعدة؟ يعني الوضع، وصف الوضع هو وضع كثير صعب جدا، خصوصا أن رجال الدفاع المدني يقوموا بعملهم تحت الضغط وتحت الخطر، إن كان من جراء الانهيار الأمني أو الحرائق اللي عم تكون، أو من جراء القصف المتتالي على الأماكن اللي في معظم الأوقات عم يكونوا ضمن منطقة العمل اللي عم يشتغلوا فيها. القصف او القصف الاسرائيلي اصبح بكل المناطق اللبنانيه وليس بس بجنوب لبنان، عم بيشمل ضواحي بيروت، البقاع، بعلبك، الهرمل، كافه المناطق اللبنانيه، وهذا ما عم بيزيد من صعوبه امكانيه التدخل بكافه هالمناطق، علما ان العناصر المديريه العامه للدفاع المدني اللبناني موجوده على كافه الاراضي اللبنانيه، ولكن كثافة المهمات واستمرارها بشكل دائم عم بيشكل تحدي كثير كبير، خصوصا انه هي المهمات متتاليه ومن دون اي امكانيه للراحه، ان كانت من جراء القصف او من جراء الحرائق اللي عم تكون بالاحراش والاعشاب. سيد نبيل، ما الذي يحتاجه لبنان ورجال الدفاع المدني حتى يتمكنوا من الصمود أكثر أمام كل هذا؟ يعني بالمرحلة الأولى كمان المفروض والأساسي هو عدم التعرض لرجال الدفاع المدني يلي هن، صحيح نحن كجهاز تابعين لوزارة الداخلية بالحكومة اللبنانية، ولكن نحن جهاز مدني لا نتعاطى الشؤون العسكرية، مهمتنا الوحيدة هي مساعدة كافة الأشخاص الموجودين على الأراضي اللبنانية، ونحن صرنا بأكثر من مناسبة صرنا متعرضين لاعتداءات مباشرة، وسقط 13 شهيد لغاية الآن وأكثر من 45 جريح من عناصر المديرية العامة للدفاع المدني باستهدافات كان في من بينها استهدافات مباشرة، إن كانت لآليات الإطفاء أو لمراكز الدفاع المدني. يعني هي بالمرحلة الأولى يكون ينوضع العناصر المديرية العامة للدفاع المدني ضمن إطار المساعدات الإنسانية وعدم التعرض لهم بالقصف. هلا طبعا بالإضافة لذلك المساعدات كثير بحاجة لها، لأنه الآليات والأعتداء اللي موجودة هي بالوضع الحاضر فيها أعطال كثيرة وغير كافية وأصبحت قديمة، والمهمات عم تكون أكثر وأكثر، ومن هون عم يصير في صعوبة أيضا أو تحدي كثير كبير لتنفيذ المهمات بهالنوع من الأحوال، من حالة الحرب أصلا. سيد نبيل، استهداف قوات اليونيفيل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ووقوع إصابات بين جنوده، كيف ترى خطورة ذلك ولماذا يصمت المجتمع الدولي أمام كل هذه الانتهاكات؟ بالنسبة للمجتمع الدولي أنا ما بقدر أحكي ليش نوع من التصرف. نحن كمديرية عامة للدفاع المدني تابعين للمنظمة الدولية للحماية المدنية يلي شعارها هو معروف دوليا كمنظمة مثل ما بدل اسمها حماية ودفاع مدني لمساعدة كافة الأشخاص. شعار الحماية المدنية الدولية موجودة أيضا على الآليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، ومع ذلك عم تتعرض للإصابات وللاستهداف. هلا ليش عم يصير هيك؟ هيدا ما عندي جواب عليه صراحة، لأنه هو إذا بدك يعني شيء فريد من نوعه، أول مرة عم بتصير وما حدا عم بيقدر يلاقي له تفسير. نعم،
أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد نبيل صالحاني مدير المديرية العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الإيضاحات.